لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، له الحمد كله أحمده حمدا يرضيه، له الحمد كله أحمده في الأولى والآخرة، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم أحكام، ونحن في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى ما يتصل بقوله جل وعلا والله رؤوف رحيم. إن الله جل وعلا أخبر عن أسمائه وذكر صفاته وبين ما له من جميل الأفعال سبحانه، وتلك الأسماء وتلك الصفات لها من الدلالات والتعريف برب الأرض والسماوات ما يزداد به الإيمان ويرسخ به اليقين، ويعرف العباد ما لله عز وجل من عظيم الحق وكبير الواجب، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. نستمع وإياكم إلى هذه القراءة من أخينا الشيخ عبد العزيز الزهراني، وهو يشاركنا في هذه الحلقة وسائر حلقات هذا البرنامج، أسأل الله له التوفيق. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يخليك، الله يحييك. تفضل نسمع منك الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. اللهم أعذنا منه بعزتك يا عزيز يا حكيم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها أقسام الناس، وبين أن الناس على أنواع، ذكر منهم صنفين، ذكر الصنف الذي يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإن تظاهر بخلاف ذلك وادعى الإصلاح، لأنه ما من أحد
يفسد ويقول أنا مفسد، قل أن يجد أن يوجد هذا أو أن يلقى، فإن الناس لو صرحوا عن نواياهم المفسدة لما قبلهم أحد، لكنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا كما قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فالقول حسن وجميل ويسرق الأسماع ويجذب الألباب ويغري بالقبول، لكن الحقيقة أنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه تأكيدا لصحة مساره وسلامة طريقه، يشهد الله على ما في قلبه إنه ما يريد إلا الخير، وهو في الحقيقة والحال ألد الخصام، أشد المخاصمين والمعاندين والمعادين عداوة وأذية وخصامة، وهو ألد الخصام. وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا غاب عنه الناس سعى في الأرض ليفسد فيها. والفساد هنا يشمل كل صوره، ما يتعلق بالفساد الديني، وما يتعلق بالفساد الاجتماعي، وما يتعلق بالفساد الاقتصادي، وما يتعلق بالفساد السياسي، يتعلق بكل أنواع الفساد التي يحصل بها خراب الدنيا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ثم قال جل وعلا والله لا يحب الفساد، فهو لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين جل في علاه، بل يجعل دائرة السوء عليهم. يقول جل وعلا وإذا قيل له اتق الله، إذا ذكر بالله عز وجل لينكف عن السوء والشر والفساد، أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة أن يستجيب لمن يذكره بطاعة الله عز وجل، لمن ينهاه عن الفساد في الأرض، أخذته العزة بالإثم أي بسببه وبجنايته فيستكبر عن قبول الحق، أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم تكفيه عقوبة لما فيها من الشرور وعظيم البلاء ولبئس المهاد. وهذا بيان عظيم من غماسه فيها وإحاطته بها، أنها تحيط به كما يحيط المهاد بالرضيع، لا ينفك منه ولا يملك حولا في التخلص منه. هكذا هي النار بالنسبة لهذا الذي سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ثم ذكر الله تعالى صنفا آخر من الناس، وهو المقابل المضاد لعمل ذاك، قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيع نفسه. من يشري هنا بمعنى أنه يبيع نفسه، لماذا؟ ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضا ربه جل وعلا. فهو يشري نفسه، يبيعها بأن يقدم روحه في سبيل الله، بأن يصبر نفسه على طاعة الله، بأن يصبر نفسه على عن معصية الله، بأن يصبر على أقدار الله، يحقق مرضات الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم قال والله رؤوف بالعباد، أي عظيم الرحمة بعباده. والعباد هنا المقصود بهم هذا الصنف من المؤمنين، من الصادقين، من المقبلين، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بالعباد بجميع العباد، وهي متفاوتة، رأفة الله ورحمته متفاوتة في العباد على حسب تحقيقهم للعبودية لله عز وجل. ثم قال الله تعالى بعد ذكر هذه الأصناف يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، ادخلوا فيه كافة، أي خذوا بجميع شرائعه واعملوا بجميع أحكامه، ولا تتركوا شيئا من مشروعاته في أوامره وفي نواهيه وفي كل تفاصيله، ادخلوا في السلم كافة. ثم قال جل وعلا في بيان أعظم سبب يخرج الإنسان عن هذا الدخول الكلي الكامل والاستسلام التام لله عز وجل والانقياد لشريعته، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان
فهو الذي يزين لكم الانفلات والانفكاك والخروج عن هذه المظلة التي بها الأمان وفيها الاهتداء والسلامة، مظلة الإسلام ودوحته. يقول جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الذي يزين لكم الخروج ويعيقكم عن الإقبال على طاعة الله عز وجل. يقول جل وعلا: إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين أيها الناس، هذا الشيطان الذي يزين لكم الشر لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، بينها، لا يختخفى عداوته إلا على أعمى، فإنها بينة واضحة، يسعى بالشر في الناس بكل طريق وكل وسيلة، يصدهم عن كل خير ويدفعهم إلى كل شر، هذا عمله. ولذلك قال الله تعالى في ذكر عمل هذا الشيطان المرصد، يقول جل وعلا فيما أخذه على نفسه، يقول في حكاية ما أخذه الشيطان على نفسه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قعود، والقعود يبين عظيم المشقة بالتجاوز. لما يكون في طريقك شخص قاعد فإنه يصعب عليك التجاوز، لا سيما إذا كان قاعدا في طريق لا تستطيع السلوك إلا بإزاحته أو بتجاوزه والقفز عليه، هناك مشقة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والقعود يشعر بالتمكن والقوة والاستعداد التام لصد المار. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل الجهات، يأتي من بين الأيدي ليصد الناس عن الهدى، يحجزهم عن الطاعة، يردهم عن الاستقامة، ومن خلفهم ليدفعهم إلى السوء والشر ويقودهم إلى الفساد، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ليخرجهم عن الصراط المستقيم إلى بنيات الطريق، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وإلى جانب ذلك الخط خطوطا تخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم. ولذلك قال: عن أيمانهم وعن شمائلهم يجذبهم من هنا أو من هنا، إما بزيادة وغلو وإما بنقص وتفريط، ليخرجهم عن الطريق المستقيم. النتيجة: ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، عاقبة هذا الكيد الكبار، عاقبة هذا العمل الذي يصد به الناس عن السبيل والهدى والحق، هو أنك لا تجد أكثرهم شاكرين، سيكون أكثرهم خارجا عن الهداية والصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال جل وعلا: إن في ذلك لآية ولكن أكثرهم لا يؤمنون. هكذا هو حال الشيطان مع الناس، ولكن طريق السلامة منه هو بالإقبال على الله عز وجل وصدق اللجأ إليه والاعتصام به، فإنه لا سبيل للناس في الخروج من تلك المضايق والسلامة من تلك الشرور إلا باللجأ إلى الله عز وجل. إن المؤمن يحتمي بالله عز وجل، لذلك أمر الله تعالى بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا أمر باللجأ إليه عندما تأتي مهيجات الشيطان وتأتي نزغاته التي تحمل الناس على ألوان من الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم. هذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات وما يتعلق بما فيها من إشارات، وأبرز ذلك عظيم رحمة الله بعباده وحفاوته بأوليائه ورحمته بالناس، حيث أمرهم بالإقبال على دينه ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وبين لهم عظيم عداوته وأنها عداوة بينة فينبغي أن يتنبهوا لها. نحن في هذه الحلقة نختم جملة من الحلقات حول أحكام الحج، وهو برنامج تحدثنا فيه عن أبرز ما يتعلق بأحكام الحج. نختم بالحديث عن ما هي صفات الحج المبرور، ذاك أن الأجر الجزيل والعطاء الكبير إنما رتب على الحج المبرور،
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل في الحديث الآخر أيضا وهو من حديث أبي هريرة قيل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل له: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. كل هذا يبين لنا عظيم الأجر المرتب على الحج المبرور. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج المبرور. فينبغي أن نحقق هذا الوصف الذي رتب عليه الأجور، وهو أن يكون الحج مبرورا. البر يدل على الصدق، والبر يدل على الخير وفعل الصالح واجتناب الردي. فالحج المبرور هو الحج الذي قام فيه الحاج بما أمر وابتعد عن المعاصي والآثام. ولذلك يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بر الحج بأن يكون الحج لله خالصا، فلا يقصد غير الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تذكر هذا: ما جئت ولا جئتي، ولا سعى الساعون، ولا حج الحاجون، ولا ملب الملبون إلا لله. فينبغي أن يكون الله في قلوبنا خالصا من أي قصد لا نريد سواه جل في علاه، فإنه لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا واحد. الثاني: أن يحرص الحاج والمؤمن في كل عمل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه فلاح ونجاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن يرجو الله واليوم الآخر نجاحا وفوزا ورضا وعطاء فليكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاحرص على اتباع السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. فلنمتثل أمره ولنأخذ المناسك طريقة التعبد في الحج منه. بذلك يتحقق لنا الحج المبرور: إخلاص ومتابعة. على وجه التفصيل أيضا لابد أن يقوم الحاج حتى يكون حجه مبرورا بما أمر به عموما، وبما أمر به خصوصا في الحج عموما. مثلا المحافظة على الصلوات، وخصوصا أن يأتي مثلا بواجبات الحج وأركانه وشروطه، فإنه لا يكون الحج مبرورا إذا خل بشيء من ذلك. الرابع من الأوصاف التي لابد أن تتوفر للحج المبرور: أن يجتنب فيه الإنسان المعاصي، يبتعد عن كل معصية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يشمل كل معصية. وهنا أيضا على وجه الخصوص، يعني مثل الغيبة والنميمة والنظر المحرم والكلام القبيح وكل ذلك من المحرمات التي حرمت عن الإنسان يجب أن يتجنبها في حجه، وإن كانت عامة للحاج وغيره، لكن الحاج يتأكد أن يتجنبها حتى يكون حجه مبرورا. وأيضا يمتنع من إيش؟ من المحظورات الخاصة، الممنوعات الخاصة بالحج، وهي محظورات الإحرام، وهي معروفة من حلق الشعر والتطيب ولبس اللباس، تغطية الرأس، الجماع المباشرة، حلق الرأس، الخطبة والنكاح، وقتل الصيد. هي تسعة محظورات يجب على الحاج أن يتجنبها. بذلك يتحقق له الحج المبرور. ينبغي أن يحرص على أن يكون حجه من مال حلال، فإن المال الحلال يعين الإنسان على الطاعة وييسر له سبيلها، وهو المقبول من الله تعالى. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هذه خمسة أوصاف إذا قام بها المؤمن حقق الحج المبرور: أن يكون لله خالصا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا، يقوم بالأوامر الخاصة والعامة الخاصة بالحج والعامة، وكذلك ينتهي عن المحرمات الخاصة والعامة، وأن يكون من حج من مال مباح. هكذا يحقق الإنسان المطلوب. ينبغي للمؤمن أن يحرص على تحقيق هذه الصفات. فرب كم هم الحاج، يقول ابن عمر أو بعض السلف يقول: الحاء الراكب كثير، يعني الذين جاءوا إلى الحج كثير، والحاج قليل، بمعنى أن الذين حققوا المقصود من الحج هم قلة. ينبغي أن نحرص أن نكون من هؤلاء القلة، وهم من حقق هذه الأوصاف ليفوز
بتلك الأجور والعظائم التي رتبها الله تعالى على الحج المبرور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واهدنا سواء السبيل وعنا على الطاعة والإحسان. سعدنا بكم في هذه الحلقات من برنامج أحكام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على الخيرات، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج من جهة مشرفة منظمة معدة وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وجهة منفذة ممثلة بالشيخ طلال العقيل والمخرج أستاذنا الكريم والشباب المصورين ومن خلف الشاشات، هؤلاء كلهم شركاء في الأجر، فجزاهم الله خيرا، حقهم أن ندعو لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة. ونشكر أيضا في ختم هذه الحلقات الشيخ عبد العزيز الزهراني، جزاه الله خيرا على مشاركته وعلى ما قدم من تلاوات مباركة. وإلى أن نلقاكم عما قريب إن شاء الله تعالى في برنامج جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.